السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة إن شاء الله هحكي لكم أسطورة خرافية في الصين. هي قصة شعبية من الصين بعنوان القدر الفارغ، The Empty Pot, A Folktale from China. قبل ما ابدأ معاكم في القصة، ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، اسم القناة الانجليزي بجماله، واعملوا متابعة لصفحتي على الفيسبوك سر السعادة، واشتركوا في حسابي على التيك توك باسم الانجليزي بجماله. طبعا انا هحكي معاكم القصة الاول وبعد كده هنوراها بالانجليش. القصة بتقول: عاش تشينغ منذ فترة طويلة في الصين واحد اسمه تشينغ. القصة دي طبعا هي أسطورة خرافية من الصين. بتقول إن تشينغ عاش منذ فترة طويلة في الصين، وفي الفترة دي كان أهم رجل في الصين هو الإمبراطور، كان زي الملك كده، وكان يعيش في قصر جميل. يبقى الإمبراطور كان بمثابة الملك وكان بيعيش في قصر جميل. تشينغ كان بستاني في قصر الملك أو الإمبراطور. ذات يوم قال الإمبراطور: ستكون هناك منافسة. جمع بقى كل البستانيون اللي عنده وقال لهم في منافسة زي مسابقة كده، وقال لهم: سأعطي بذرة لكل بستاني، كل بستاني منكم أنا هديه بذرة، والشخص الذي يمكنه زراعة أجمل نبات من البذرة سيكون هو الإمبراطور القادم. يعني هو جمع البستانيون اللي عنده كلهم وقال لكل واحد فيهم: أنا هعطي كل واحد فيكم بذرة، اللي هيزرع البذرة دي وهتبقى نبات جميل هيبقى هو ده الإمبراطور التالي اللي هياخد مكاني بعد كده. بعد كده أعطى كل بستاني قدر اللي هو الإناء اللي بيزرعوا فيه يعني، وبذرة. أعطى كل بستاني قدر وبذرة وقال لهم كل واحد يزرع البذرة ديت ويأتي بالنبات بعد كده. يقول الإمبراطور للبستانيون: اجعل البذور تنمو نباتا جميلا. يعني بقول كل واحد هياخد البذرة ويزرعها وتبقى نبات جميل. ثم احضروا النبات لي، بعد ما النبات ينمو ويكبر احضروا النبات لي. كان تشينغ جيدا جدا في زراعة الأشياء. كان معروف عن تشينغ ان هو جيد في الزراعة. كان تشينغ جيدا جدا في زراعة الأشياء والعناية بحديقته. وضع البذرة في الشمس وأعطاها الماء. أخذ البذرة وزرعها واعتنى بيها وكان بيرويها وبعرضها للشمس علشان تنمو وتكبر، ولكن لم يحدث شيء، يعني البذرة لا تنمو. حاول تشينغ لأسابيع ولكن لم ينمو أي نبات، مفيش نبات نمى من البذرة. كان البستانيون الآخرون لديهم نباتات قد نمت. كل بستاني آخر جه بالقدر بتاعه والبذرة أصبحت نبات. هنشوف بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل في نهاية القصة. بعد كده في القصر جميع البستانيين لديهم نباتات جميلة. كل بستاني جه بالنبتة او الزرعة اللي خرجت من البذرة، ما عدا مين؟ تشينغ. قال له الامبراطور: اين نبتتك؟ سأل الامبراطور تشينغ وقول له: فين النبتة بتاعتك؟ او فين النبات اللي نمى من البذرة؟ فرد عليه تشينغ وقال له: ايه، لقد عملت بجد، كنت اسقيها كل يوم ولكنها لم تنمو. رد عليه الامبراطور وقال له: ايه، اذا انت تكسب. ليه بقى قال له كده؟ علشان الامبراطور جاب بذور لا تنمو. البذور اللي جابها ميتة لا تنمو. هو كان بيختبر صدقهم وامانتهم، بيشوف مين أكثر واحد صادق فيهم وأمين علشان يبقى الإمبراطور القادم. طبعا كل واحد
هما كل واحد بقى همه ان هو يفوز، فاستبدلوا البذور ببذور تانية بقى وبقت نباتات جميلة وكده. ما عدا تشين قال له على الحقيقة، قال له ان انا اهتميت بالبذرة، كنت برويها وكنت بعرضها للشمس ولكن لم تنمو. فقال الامبراطور: البذور التي اعطيتها للجميع ميتة، البذور لا يمكن ان تنمو، انت فقط جيد وصادق. الكلام ده بيوجه له مين؟ لتشينغ. لذلك ستكون انت الامبراطور القادم. ايه بقى الدرس اللي نتعلمه من القصة دي يا حبايبي؟ الدرس اللي نتعلمه ان الامانة او الصدق اهم من الفوز، لازم الواحد يبقى عنده امانة. انا قلت اشرح لكم القصة بالعربي الاول علشان تفهموها، وبعد كده هنقراها بالانجليش. قبل ما اكمل، قبل ما اقرا القصه بالانجليش، هنقرا باقي الكلمات والجمل الاول وبعد كده هنقرا القصه. كنا قرينا الجزء الاول من الكلمات، هنكمل الجزء الثاني. يحدث هابن هابند، يحاول تراي ترايد، يعتني بي لوك افتر لوك افترد، يكذب لاي لايد، يحضر برينج بروت، يعطي جيف جيف، يفوز وين وان، يخسر لوز لوست. بعد كده عندنا definitions، تعريفات. كلمة emperor، emperor يعني امبراطور، تعرفها. someone who is like a king، شخص ما مثل الملك او يشبه الملك. palace يعني قصر، تعريفه. a place where an emperor lives، مكان يعيش الامبراطور فيه. honest يعني امين. someone doesn't lie، شخص لا يكذب. بعد كده study the following، أو الجملة بمعنى كان الإمبراطور أهم رجل في الصين. the most important man in China was the emperor، عاش في قصر جميل. he lived in a beautiful palace. سوف تكون هناك مسابقة، there will be a competition. بعد كده سوف أعطي بذرة لكل بستاني، I will give a seed to each gardener. كانت شين جيدا في زراعة الأشياء والاهتمام بحديقته. تشينغ was very good at growing things and looking after his garden. وضع البذرة في الشمس وأعطاها المياه. he put the seed in the sun and gave it water. البذور التي أعطيتها لكل شخص ميتة. the seeds I gave everyone were dead. سوف تكون الامبراطور القادم، you will be the next emperor. الامانة اهم من الفوز، honesty is more important than winning. نقرأ بقى القصة. the empty pot، a folktale from China. Cheng lived long ago in China. the most important man in China was the emperor. he lived in a beautiful palace. One day the emperor said, there will be a competition. I will give a seed to each gardener. The one who can grow the most beautiful plant from the seed will be the next emperor. Take the pot and the seed, plant it, says the emperor. Make it grow into a beautiful plant. Then bring the plant back to me. Cheng was very good at growing things and looking after his garden. He put the seed in the sun and gave it water, but nothing happened. Cheng tried for weeks, but no plant grew. The other gardeners had plants that grew at the palace. All the gardeners have beautiful plants. Where is your plant? The emperor asks Cheng. I worked very hard. I watered it every day, says Cheng, but it didn't grow. Then you win, says the emperor. The seeds I gave everyone were dead. The seeds cannot grow.
Only you are good and honest. See you will be the next emperor. إلى اللقاء في فيديو جديد. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.